من دخول الأقصى وحرمانهم من الصلاة فيه بقرارات من الشرطة الإسرائيلية، كذلك ما يحصل من التحقيق مع عدد من المصلين الذين يقومون بنشاطات دينية وإنسانية واجتماعية في المسجد الأقصى. كل هذا نوع من التضييق، وتحاول إسرائيل أن تضع يدها على الأقصى بشكل تدريجي في تدخلاتها بشؤون المسلمين وبخاصة التضييقات على الأبواب. أما بالرغم من كل الصعوبات، الناس مصرين، على أداء الصلاة والحفاظ على الأقصى والرباط في الأقصى، الحمد لله. يعني أنا أشعر ثابت مع ركاب يطلع معي وهذا ويتخرف، هذا مصرين بالرغم من كل الصعوبات، ولا هذا مصرين. الأطماع اليهودية حول الأقصى مستمرة، والدعوة إلى أن هذه الأماكن تخصهم. نحن نقول بأن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم، ونرفض أي ادعاء تطلقه الجماعات اليهودية بأن هيكل سليمان المزعوم تحت أنقاض المسجد الأقصى، وأن الدعوات المتطرفة بهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل على أنقاضه هي دعوات عنصرية عدوانية، وهي مرفوضة من قبل المسلمين، جميع المسلمين في أرجاء المعمورة. بالإضافة إلى شد رحال المسلمين الذي تشرف عليه مؤسسة الأقصى من الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية إلى المسجد الأقصى المبارك، بدأنا نخطط من جديد إلى تنظيم رحلات أخرى تحت نفس الاسم مسيرة البيارك إلى مواقع المساجد المنكوبة منذ عام 1948، التي كانت جزءا لا يتجزأ من نكبة فلسطين في ذاك التاريخ العصيب. كذلك سنبدأ ننظم رحلات تحت هذا الاسم مسيرة البيارك إلى القرى المنكوبة أيضا، التي تم تدميرها من قبل المنظمات العسكرية الصهيونية خلال عام 1948، والتي زاد عددها في حينه على أكثر من 500 قرية ومدينة فلسطينية كانت زاهرة وكانت عامرة، وتم هدم بيوتها وترحيل أهلها، مثل مدينة صفد، مثل مدينة بيسان، مثل القرى الكثيرة التي كانت مرة من المرات في الساحل وفي الجليل وفي النقب وفي المثلث. سنقوم بإحياء التواصل بين أهلنا وبين هذه المساجد المنكوبة وبين هذه القرى المنكوبة والمدن المنكوبة مرة أخرى، لعملية إحياء روح الارتباط بين حاضرنا وتاريخنا، بين وجودنا ومصيرنا. بإذن الله رب العالمين نريد أن نحيي هذه الروح في أطفالنا وفي نسائنا وفي رجالنا وفي بيوتنا، لأننا نحن أصحاب وجود شرعي دائم وثابت منصور. نحن نطالب جميع المسلمين في العالم أن يتضامنوا، أن يتوحدوا من أجل إنقاذ هذه المدينة من الاحتلال الإسرائيلي، وتحرير المسجد الأقصى، ورفع الأخطار المحتقة عنه، لأن هذه الأخطار تهدد الأقصى كبنيان وتهدد الوجود الإسلامي في مدينة القدس. فيعني عدة مرات تشوف يعني واقف أنت بمحطة باص، صارت معي واقف بمحطة باص، أنت مصرح لك توقف بمحطة الباص، مش مهم ما أجد وهذا مش مهم، إنك باص مصرح لك توقف بمحطة الباص. شو يقول لي؟ يقول لي يلا تعرف اطلع اطلع اطلع. قلت له ليش؟ قال يقول لي، قلت له محطة باص. قال يقول لي مش لك. قلت له لا، اذا بمحطة باص لكل باص. ففي يعني حطوا حطوا شبرة قبل جمعتين مش عارف تقريبا،
مش عارف كم باص مخالفات 250 250 250 شيكل. يعني هم يجربوا مضايقهم بكل الوسائل. ولأن الحركة بركة، فقد قام بعض أهلنا الطيبين وهم لجنة التراث بيت المقدس بنقل هذه التجربة، نقل تجربة مسيرة البيارك إلى القدس الشريف، حيث نظموا لأسابيع معدودات حافلات يومية كانت تقل أهل القدس في صلوات الصبح وفي صلوات الظهر والعصر من كل أحياء القدس الشريف إلى المسجد الأقصى المبارك. وكانت تلك المسيرة الداخلية في القدس الشريف ناجحة جدا، ولكن للأسف أبت المؤسسة الإسرائيلية بظلمها وباحتلالها، إلا وأن تعلن أن لجنة التراث بيت المقدس أصبحت منظمة إرهابية، وبذلك حلت هذه المؤسسة وجمدت كل نشاطاتها. في أيام السفر للمسجد الأقصى خاصة لصلاة الصبح، من كثر ما أني متعلق في المسجد الأقصى وفي ثواب، طبعا ثواب من عند الله، ما بنمش الليل على أساس أني أظل مفتح، أنه حتى لو أخفالي نص ساعة بخاف أنه تروح علي السفرية هاي. ونحن في مدينة القدس مرابطون بحمد الله ومتكاتفون وفي جميع أنحاء فلسطين لحماية المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. بالرغم من كل هذا نوقف يخالفه ما يخالفه، معمي نحن صامدون، نحن مرابطون إن شاء الله. نظرا لبركة هذا المشروع ونظرا لفوائده المتعددة التي تزداد يوما بعد يوم، والحمد لله يعني الأقصى صار عمران في الناس اللي فيه وعمران في الأعمال اللي بتصير فيه والجهد اللي بيسووه في التنظيفات والإعمار والأشياء التانية كلها. نحن ذاهبون لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الفريضة صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك. مشكورين هم من على الجهد اللي عملوه، لأنه هذا الإشي لازم يكون من أول، من قبل يعني قبل سنتين، اللي يكون مثلا عمرو البلد عرب الداخل، إنه يكون مسلمين عمرو البلد في الأقصى والشوارع، وتكون يعني وإحنا بنتمنى يعني يزيدوا أكتر في الوقت هذا. في البداية كنا نطمع أن يكون الهدف الأساس هو تعميق التواصل بين المسلمين وبين المسجد الأقصى المبارك، كي لا يبقى المسجد الأقصى وحيدا يعاني الحصار الدائم من طرف المؤسسة الإسرائيلية التي ما زالت تضيق الخناق الظالم والاحتلالي على المسجد الأقصى المبارك خلال كل ثانية تمر على مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تبين لنا أن لمسيرة البيارك هناك أيضا فوائد أخرى، حيث أنه برز من فوائدها المهمة الفائدة الاقتصادية التي أوجدت حركة اقتصادية قوية في أسواق القدس القديمة، بمعنى تقوية الحركة الاقتصادية لدى أهلنا الفلسطينيين في داخل القدس الشريف. وضع الاقتصادي بالنسبة للقدس، أنا حكيت ونوحت عن هذا الموضوع إنه القدس تتعرض لحصار اقتصادي ظالم وضرائب مكثفة ومنع الدخول للقدس من العرب المجاورين، فكانت القدس في حالة اقتصادية منهارة جدا، إلى أن ظهر على الوجود وعلى العيان مشروع البيارق، فأحيا في الناس الأمل وصار في حركة اقتصادية نشطة جعلت التاجر يقوم بجهود لتحصيل قوت عياله والبقاء والترسيخ أقدامه وتجذيره في هذه البلد المقدسة. بالنسبة لمسيرة البيارق هي الشريان اللي أحيا البلدة القديمة وعلى رأسها القدس،
من ناحية تجارية ومن ناحية اقتصادية، وطبعا من ناحية حركة وجود أشخاص في المسجد الأقصى يؤموا الصلاة. جاءت لتشد من أزر أهل بيت المقدس في النواحي الاقتصادية والنواحي العلمية. فمن الناحية الاقتصادية فقد انتعشت الحركة التجارية في أرض القدس الشريف، وبدأت ترى بين أحيائها وأزقتها وحوانيتها ودكاكينها الناحية الاقتصادية الجيدة بعد أن عاشت ردحا وفترة من الزمن في حالة ركود اقتصادي. وهذا هو ما يخطط له الاحتلال وأعداء الله تبارك وتعالى من أجل تفريغ القدس وتفريغ المدينة المقدسة. فجاءت هذه المسيرة من قبل إخواننا وأبناء جلدتنا في الداخل ليشدوا يد العون والأزر لإخوانهم في القدس الشريف. قبل مسيرة البيار